أبو بكر يعصي أمر النبي بقتل رجل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، رجل يعجبنا تعبده واجتهاده، وقد ذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وآله باسمه فلم يعرف، فوصفناه بصفته فلم يعرف، فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل علينا فقلنا هو هذا. قال إنكم لتخبروني عن رجل إن في وجهه لسفعة من الشيطان، فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنشدك الله، هل قلت حين وقفت على المجلس ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني؟ قال اللهم نعم. ثم دخل يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من يقتل الرجل؟ قال أبو بكر أنا، فدخل عليه فوجده يصلي فقال سبحان الله، أقتل رجلا يصلي وقد نهى رسول الله عن قتل المصلين؟ فخرج. فقال رسول الله ما فعلت؟ قال كرهت أن أقتله وهو يصلي، وقد نهيت عن قتل المصلين. قال رسول الله من يقتل الرجل؟ قال عمر أنا. فدخل فوجده واضعا جبهته، قال عمر أبو بكر أفضل مني؟ فخرج. فقال النبي صلى الله عليه وآله مهيم. قال وجدته واضعا جبهته لله فكرهت أن أقتله، فقال صلى الله عليه وآله من يقتل الرجل؟ فقال علي أنا. فقال صلى الله عليه وآله أنت إن أدركته. فدخل عليه فوجده قد خرج، قال صلى الله عليه وآله لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان. ضرب عمر لأخته. سار عمر إلى منزل أخته ووجد عندهم خباب بن الأرت معه صحيفة فيها سورة طه يقرأها عليهم، وأنه دق عليهم الباب، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب وترك الصحيفة، فلما دخل قال لأخته ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قالت له ما سمعت شيئا غير حديث تحدثنا به بيننا. قال بلى والله لقد أخبرت أنكما بايعتما محمدا على دينه وبطش بزوج أخته فألقاه إلى الأرض وجلس على صدره وأخذ بلحيته، فقامت إليه أخته لتكفه عن زوجها فضربها فشجها، فلما رأت الدم قالت له يا عدو الله أتضربني على أن أوحد الله تعالى؟ لقد أسلمت على رغم أنفك، فاصنع ما أنت صانع. فرار عثمان من الزحف. قال البيهقي في الدلائل بإسناده عن عمار بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد
وبقي معه 11 رجلا من الأنصار، وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد الجبل. وورد في صحيح البخاري: جاء رجل من أهل مصر حج البيت، فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني أسألك عن شيء فحدثني. هل تعلم إن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. كشف باب فاطمة عليها السلام من قبل أبي بكر. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفي فيه، فسلمت عليه وسألته: كيف أصبحت؟ ثم قال: أما إني لا آسي على شيء إلا على ثلاث فعلتهن ووددت أني لم أفعلهن، وثلاث لم أفعلهن ووددت أني فعلتهن، وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن. فأما الثلاث اللاتي وددت أني لم أفعلهن، فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وأن أغلق علي الحرب، ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنقي أحد الرجلين، أبي عبيدة أو عمر، فكان أمير المؤمنين وكنت وزيرا. أخذ ميراث الزهراء عليها السلام. أخرج البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنده عن عروة بن الزبير: إن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر. قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر.